السلام عليكم. قول هون في حق اولاد قيلان مريميدا. احلاله حكر مقطيك هون عمام للخير والعز خزام ضمان بل الشهام رياس وجواد اسمعنا معروف فهل العظام الاجواد لله رفعنا مقطع اذنك هون سند وبذاك في المعنى الشعنة ولقط تبعنا في بلد يا غير باط وتبعنا قط عربي سحمرنا ولقط زاوي بربرنا ولقط مجاد انكرنا ولقط منقل ولقط عنقل ورجعنا ولقط غدار شفرنا ولقط خصر مرجعنا ما قط عدنا كون سند وبذاك في المعنى شعنا ما قط تبعنا في بلد يا غير باط وتبعنا كنت مقدم بعد لا نقدر.